من زرع حصد وها قد حان الموعد ليجني خريجو الدفعة السادسة من طلبة الماجستير في معهد الدوحة للدراسات العليا ثمار اجتهادهم. الدفعة الحالية ضمت 216 خريجاً وخريجة، نصفهم قطريون. نحتفل اليوم بتخريج 216 طالب خريج وخريجة، منهم 144 في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و72 في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، موزعين على 19 برنامج. نهدي هذا التخريج اليوم إلى أولاً إلى أسرة البرنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني، وإلى والدتي ووالدي، وأهديها إلى قيادتنا الرشيدة في دولة قطر. أنا متخرجة حقوق إنسان، وأختي بعد متخرجة معي في تخصص علاقات سياسية ودولية. جدا فخورين بهذا الإنجاز، والحمد لله يعني صبرنا ونلنا. نشكر طبعا المعهد ونشكر أهالينا على هذه الفرصة وعلى هذا التشجيع والدعم الدائم. طبعا اليوم الشعور لا يوصف. أحب أشكر أهلي على دعمهم لي، مساندتهم لي خلال مسيرتي التعليمية، وأبارك حق جميع زملائي في معهد الدوحة للدراسات العليا، وألف مبروك. هو يوم طال انتظاره من قبل الخريجين والأهل على حد سواء، وفرحة هذا الإنجاز يتباهى بها الآباء قبل الأبناء. شعورنا لا يوصف بالفرح، وكل طلابنا نشكرهم، وهذا فرح لنا ولهم وللجميع إن شاء الله. نهنئ جميع الطلاب الخريجين في هذه الدفعة، ونحب نشكر الدولة على ما تقدمه من دعم ألا محدود للتعليم. والله اليوم شعور لا يوصف، يعني بهذه المناسبة تخرج أبنائنا من حملة الماجستير، ويعني هذه الدفعة إن شاء الله يعني تكون سند وقوة للعلم. كثير من الخريجين يتطلعون حاليا إلى إكمال مشوار العلم في المعهد ذاته، فمعهد الدوحة للدراسات العليا أطلق مؤخرا عددا من برامج الدكتوراه، كما حصلت 7 من برامجه على اعتمادات من مؤسسات عالمية، و7 برامج أخرى في مرحلة متقدمة من إجراءات الاعتماد، واقع زاد خريجي المعهد إصرارا على تحقيق مزيد من الإنجازات الأكاديمية لخدمة الوطن بكفاءة أكبر.